الخاص بالثنايا وينطلق الشوط الأول الرئيسي للثنايا القعدان والكلمة وحيلها للزميل مطلق بن علي العنزي. شكرا محمد مبريك. أيها الإخوة المتابعون حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان أحييكم في هذا اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر عام 2015 حيث ننطلق اليوم ونستكمل مسيرة سباقنا المحلي الأول في بداية هذا الموسم موسم 2015 أول السباقات وأول التحديات وأول انطلاقات هذا الموسم. شاهدنا الشوط الأول الرئيسي قبل قليل وشعار هجن الشحانية ينتزع نقطة الشوط الأول الرئيسي وهذه انطلاقة أخرى من انطلاقات سن الثنايا اليوم. شوط رئيسي شوط أول خاص بالقعدان الثنايا مسافتنا 5 كيلومترات. تتابع المركز الأول وتابع الصدارة ومن يحتل المركز الأول هذا هو مربط على المركز الأول. شعار هجن الشحانية يضم محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول. المركز الثاني الفارس على المركز الثاني. شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني يضم علي بن حمد بن حسين بن جرحب. وثالثا الباسل على المركز الثالث. شعار هجن الشحانية ينطلق بالمركز الثالث. هنا العملاق سلطان الوهيبي هو المتابع والمرافق والمضمر للباسل. ورابعا يصل شعار سعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني حمد بن لزيوح المري هنا على المركز الرابع. المركز الخامس رقم واحد يصل وينطلق في خامس المراكز. شعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني المتابعة مع فهد بن سالم بن محمد بن مسعود المري. هذه مراكزنا الخمسة الأولى في الشوط الرئيسي الأول. الشوط الأول نقطة مهمة في هذا الصباح، نقطة مهمة يحرص عليها المضمرون. يا سلام، نقطة مهمة في صباح هذا اليوم مع افتتاح سن الثنايا. هذه الأسماء الكبيرة وهذه الأسماء المنطلقة، كل هذه الأسماء اللي تشارك اليوم سواء في الشوط الأول أو الثاني إلى آخر الأشواط هي أسماء شاهدناها وتابعناها في رياضة سباق الهجن مع هذه الشعارات المشاركة من أصحاب السمو والشيوخ. شاهدنا هذه الأسماء تنطلق وتفوز أيضا بنقاط ذهبية، فيها من حصل على رمز، فيها من حصل على سيارة، فيها من حصل على نقطة رئيسية مع هذه الشعارات الكبيرة. اليوم تشارك استعدادا في هذا الموسم ونتمنى لها التوفيق. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. عودة إلى المركز الأول، هناك تتابعون مربط على المركز الأول انطلق في الصدارة أول المنطلقين وأول المعلنين. هنا مربط على المركز الأول شعار هجن الشحانية المتابعة، هذا هو المشاغب محمد بن خالد العطية من يراقب ويتابع. التغيير حصل مع المتحد رقم واحد اللي انطلق في المركز الأول. شعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني انطلق في المركز الأول، يقوده الشاعر فهد بن سالم المسعود في عملية التضمير. تتابعونه ينطلق بهذا الشعار المميز، الشعار المميز، وهذا هو شعار كيف. شعار كيف على المركز الأول ينطلق. الشوط الرئيسي الأول يحرص دائما في المشاركة فيه بهذه النوعيات المميزة. فهد بن سالم المسعود هو المتابع والمضمر للمتحد اللي يحتل الصدارة. المركز الثاني مربط هنا على المركز الثاني هجن الشحانية، وينطلق محمد بن خالد العطية مراقبا ومتابعا كما يقود صاحب المركز الثالث اللي ينطلق مع هذه اللحظة. هنا دهام، أول نداء لدهام على المركز الثالث. هجن الشحانية الشعار شعارها والمضمر محمد بن خالد العطية. ورابعا يحتل وينطلق فيه غيار على المركز الرابع.
هذا هو غيار، أحد الأسماء القوية المرشحة في هذا الشوط، المرشحة يا بن بريك، المرشحة هذا غيار على المركز الرابع، شعار هجر الشحنية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس ينطلق فيه، يا سلام هنا شعار هجر الشحنية ينطلق في هذه اللحظة مع مكلف، مكلف على المركز الخامس، أيضا أحد الأسماء القوية ويقوده الذهبي سالم بن فران، أيضا نار على علم أبو جابر ينطلق بالمركز الخامس مرافقا ومتابعا لمكلف اللي ينطلق في هذه اللحظة، ونختم معه دائرة المراكز الخمسة الأولى. عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، ترقب محمد بن خالد العطية، يترقب، يترقب أبو خالد هنا على المركز الثاني والثالث، يترقب وجود، وجود المتحد، المتحد الخطير يا محمد، الخطير الخطير، شوفوا المركز الأول، شعار، شعار كيف، شعار كيف ينطلق بالمركز الأول، هنا مع المتحد في هذا الشوط، الشوط الرئيسي الأول يا فهد يا بن سالم، يا المسعود، يا سلام، متابع المسعود يترقب الأسماء القوية القادمة، شعار سعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني ينطلق بالمركز الأول، ينطلق في الصدارة، في الصدارة، في الصدارة، في الصدارة وفي المركز الأول والمرتبة الأولى، ونحن مع لوحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، وصل أدهام، وصل أدهام بالمركز الثاني، انطلق أدهام، خلاص خلاص خلاص، هذا هو كيلو الحسم، كيلو الحسم يا محمد يا بن خالد، كيلو الحسم، اللحظات الأخيرة، هذا هو المتحد، هذا هو إدهام، احتل المركز الأول، غير في هذا الموقف مع الكوع الأخير نحو خط النهاية، انطلق بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، أيضا المتحد ينطلق بالمركز الثاني، ولا زال يشكل الخطر على نيل ناموس هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي. إذن المركز الأول هذا هو إدهام ينطلق بالمركز الأول، شعار هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية في المركز الأول متابعا مضمرا المشاغب ينطلق بالمركز الأول، المركز الثاني المتحد لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، وثالثا يحتله السعدي لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن تهنئة من هنا، تهنئة من هنا لهجن الشحانية على انتزاع النقطة الثانية في هذا الصباح، نقطة الشوط الرئيسي الأول تذهب مع شعار هجن الشحانية مع إدهام اللي انطلق في الصدارة بدون أي خطورة، بدون أي خطورة في المركز الأول، بدون أي خطورة هنا، بدون أي منافس، تهانينا أيضا لمن يتابع ويقود هذا الاسم الكبير محمد بن خالد العطية، من قاده بثقة الكبار دائما محمد بن خالد العطية المشاغب، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وصل السعدي لهجن الشحانية عن سلطان محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث، المركز الثالث المتحد لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع الفاتل لهجن الشحانية، المركز الخامس مكلف لهجن الشحانية، إذن هذا هو ملخص شوطنا الماضي، هذه لحظات الناموس ولحظات انتزاع إدهام نقطة الشوط الأول الرئيسي مع المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية بالشعار الأدعم الكبير، من قدم إدهام في الشوط الأول الرئيسي. التوقيت الزمني لحظة وصول إدهام إلى خط النهاية، التوقيت الزمني لإدهام 8 دقائق 4 ثواني 34 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني السعدي
لهجنة الشيحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وصل إلى خط النهاية واحتل المرتبة الثانية. التوقيت الزمني 8:09 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث المتحد اللي ما قصر حقيقة، نافس منافسة شيقة وممتعة. احتل المركز الثالث 8:10 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أزفها لسعادة الشيخ أحمد بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني. تهنئة للشاعر فهد بن سالم المسعود من قائد المتحد واحتل المركز الثالث. إذن أشواطنا الأولى ذهبت في صباح هذا اليوم لهجنة الشيحانية.